بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على أشرف المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم منصف، تكملة للموضوع السابق تاع البرنامج الغذائي تاع الطيور. هنا درت العنوان هذا تاع البرنامج الغذائي لكثرت الطلبات في البرنامج الغذائي. أعطاني البرنامج الغذائي تاعي، أنا راني مديتو 1000 خطرة في اليوتيوب، راني ما كانش فيديو ما هدرتش على البرنامج الغذائي تاعي. معليش نزيدو نكرر ونزيدو نعاودو. بالنسبة للبرنامج الغذائي اللي تلقاه محطوط في الانترنت، برنامج غذائي اللي تلقاه محطوط في الانترنت والأكثرية جداول اللي دارتهم شركة تاع فيرسالاكا، شركة محترمة، شركة بجودة عالية، شركة رقم واحد في العالم بدون منازع. ما تقول لي حتى ماركة خلاف، لأنهم هما غنيين على التعريف. شوف الشركة اللي ما تستثمرش بزاف في بعض البلدان عرفها بلي غنية على التعريف، ماشي انها بالك حاشا. الجزائر راهي ما شاء الله كما يقولوا راهي عندها قدرة شرائية ما شاء الله، فيها موظفين ما شاء الله. اللي يجي من لأنه أكثرية المستوردين اللي يدخلوا السلعة لهنا أغلبيتهم عايشين لهيه، ما مش عايشين هنا، عايش لهيه موش مخالط الصوت هنا. وشوف الحاجة اللي تخرج عليه أو يشوف الحاجة اللي يخرج عليها المربي. تلقى مثلا بعض المستوردين ربي هذه يعني. يروح يزور مربي أوروبي ويحكي لك على التهوية، رايح حاجة ضخمة كبيرة بزاف عند مربي أوروبي ومن بعد تحكي على التهوية. التهوية راهي باينة، وسبحان الله التهوية راني لقيت بلي التهوية هي الصح. قديمة بزاف، عقديمة بزاف. هذي نرجعو للموضوع تاعنا. بالنسبة للبرنامج الغذائي، كيما مثلا حطيت أنا البرنامج هذاك اللي فات، هذا اللي لاحظوا بلي لاكولين هي منشط للكبد، مي راه تستعمل فيها. كاينة لاكولين اللي وحدها هي تعتبر منشط للكبد، وكاينه لاكولين اللي فيها السيربيطول يصفي الكبد ويصفي الكلى، وهذه تلقاها في المنتج تاع اوميغا. كاينين منتجات بزاف مليحه تاع لاكولين، كاين تاع داك، كاين تاع الاخر كيف يسميوه رانفراد، كاين فيرسالاكا لا بروتيكسيون برك للوقايه برك، ماهيش العلاج. خاوتي كي تحط انت لاكولين وتكون البارح حطيت الفيتامين والغدوه تزيد تحط الفيتامين، هاك شغل ما درت والو. هادي كنشوف فيها انا في البرنامج هذا، هادي تاريختي انا، قادر نكون انا خاطئ والبرنامج هذا صحيح. ما قلتش البرنامج هذا خاطئ، بصح انا وجهه النظر تاعي واش نعرف انا، قلنا هادي تاريخها خاطئه. ديما لاكولين في تاريختي انا، تحب تطبقها اللهم بارك، تحب ما تطبقهاش انت حر. علاه؟ لانه كي تحب تطبقها، انا ما قلتلكش تطبقها بالسيف، انا طبقتها على الطيور تاعي الحمد لله، الحمد لله. وشوا انا عندي المرض ما نبقاش نكسر راسي معاه بزاف، انا مادا بيا لابياس ديال الباش تاعي ما فيهاش المرض. انا في تاريخ التربيه تاعي ما عنديش العاطفه،
يمر الطين صح يغيظني ويعز عليا بصح ما تخليش يديري لي الباج بكل ارتاح بسهولة اللهم بارك. لقيت فيه شوية صعوبة ما يعاودش يدخل لابياس ديال الباج ونتخلص منه سريعا. نرجعوا للموضوع تاعنا، قلنا الطريقة هذه تاع لاكولين اللي تكون مباشرة يوم وراء تقديم الفيتامينات، ولا تقديم الفيتامينات يوم وراء لاكولين شغل ما درت والو، الله أعلم. أنا تبني شغل ما درت والو، كي تمد لاكولين الغدوة ما تمد والو، تسمى كيما تمد والو واش هو اللي تمد في الماء، تمد ليزاسيد اورغانيك. حنا كي نقولوا ما تمد والو تسمى ليزاسيد اورغانيك راهم ديما حاضرين في الماء، ماشي ليزاسيد امينيم. كاينين بعض الناس ما يفرقش ما بين ليزاسيد امينيم وليزاسيد اورغانيك، وكان قال لي كنت نقرا بيطاري وما كملتش والفيسبوك تاعي فاصلتو باش ما نلقاش في الفيسبوك، والجيميل تاعو مكتوب زي وهو اسمه معمر عبد القادر، والأدوية هادو يتباعو عند فلان بيطاري واحد في الجزائر. يعني كاينين بعض الناس ماشي على أنه أهدر على روحك بصح ما تغلطش، المربي الجزائري أبي غلطو فيه أهدر كان في أمين ساقو بصح أعطينا حاجة صحيحة، الشي اللي قاعد تهدر فيه رانا قاعدين نهدرو فيه. وش هو توضيح برك لي زاسيد اورغانيك ما همش هما لي زاسيد امينو، لي زاسيد اورغانيك ما همش هما فيتامين سي اللي يعتبر اسيد تابع لهم. هادي عندك. المهم ما بين لاكولين والفيتامينات تمد على الاقل يومين ما في لي زاسيد اورغانيك، على الاقل يومين، على الاقل يومي. دونك الناس اللي كيما انا مثال في البروغرام تاعي راني ماركيه، مانيش ماركيه على اساس ليا انا، ماركيه على جال باش نفهمه. ودائما دائما قبل ما تهضر على البرنامج الغذائي راعي الدائره هذه الساعه، لانه الدائره هذه راهي من القدم وهي لا باس. ما ديرهاليش انا عام ولا زوج ولا مازلت ما كملتش العام وطيح لي، اي ما صلحتش، اي ما كانش منها تاع ما تصلحش، لكن انت ديما كصالح، لانه باش ما تطبقش الطريقه هذه وحب تنجح في تربيه الطيور راه قادر تبان ناجح بصح راك راح تخدع الناس. كيما اللي مداير طريقة التربية تاعو واش هو يشري المريض من الصعب ويحب يداويه عن طريق استفسار من عند مربيين محترمين، ومن بعد يروح كي يرتاح يبدا يبيع. قافص، هذا انسان قافص. 65% من لي مرضي تاع الطيور راهم دي مرضي كرونيك، لان راه قاعد تخدع في الناس. ومن بعد كي ما تردش عليه يبدا بالكلام المارق هذاك، واش حط روحك بطاطا خشينه يا ولدي ربي لاقينا في ساعة الخير ان شاء الله. نتمنى انك قاعد تشوف الفيديو هذا، ونتمنى انك قاعد تسمع واش قاعد نهضر. حنا رانا ناس الحمد لله ماناش مش ماشي مش الخداع، ماشينا في العروق تاعنا الحمد لله. اكرهني لسبب فيا مليح خير ملي تكرهني لسبب مش مليح فيا. روحوا معنا نشوفوا البروغرام. مثال هنا راني مديت كولين كولين يومين كولين، قبلها مديت اسيد 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 اورغانيك طبيعة الحال كولين كولين، من وراها راني مديت اسيد اسيد، لاسيد اللي عاود زدت مديتو لا مارك تاعو اوروبا اوروبا. درك نعتو لخالتي
في 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 الفيديو. هنا كي نمد انا الفيتامينات نمد يومين ورا بعضهم، نمد 4 ايام اسيد ونزيد نمد الفيتامينات، نمد 4 ايام اسيد ونزيد نمد الفيتامينات، نمد 4 ايام اسيد ونزيد نمد يومين نوعيه خلاف تاع اسيد. هذه النوعيه هذه فيها لي زاسيد اورغانيك وفيها الشيء اللي يسهل الهضم، ومن بعد نزيد نمد فيتامين، ومن بعد نمد يومين اسيد، ومن بعد كولين، ومن بعد يومين اسيد باش نمد الفيتامين. ما بين لا كولين والفيتامين نمد يومين اسيد بطبيعه هذا الكالندريه ديني خادمه وحدي انا في الميكرو اطروا. وشوف عمر الطير تاعي ما يشرب ما صافي، عمره ما يشرب ما صافي. درك نشوفوا مع بعضنا وشو هي الروبا هذه. الروبا هذه هو منتج اوروبي، ها روبا بيرد، ها من المكونات تاعو. والله يعني خالتي ما تسقسيونيش عليه من الاخر. نظن خالتي هزيت ولمحة، هزيت ولمحة على البرنامج الغذائي، البرنامج الغذائي اللي في الماء. بإذن الله الفيديو القادم راح نكمل البرنامج الغذائي اللي في الأكل، طبخ الطريقة هذه وراح تكون مربي محترم. وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساوش الاشتراك بالقناة إذا كنت أول مرة قاعد أول مرة زرتنا وأول مرة شفت لي فيديو هادو، جرس باش يوصلك كل جديد. قناة خونا عبد الحكيم السيارة الطيور، لأنه هو الله يبارك متمكن تشخيص المرض أحسن مني، أحسن مني بزاف تشخيص المرض ما شاء الله. ونبقى نتعلمو من عندو. وصلنا لنهاية الفيديو، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.